الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. المباريات الأوروبية المحلية تشتعل فيها المنافسة، جولة على إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في هذا التقرير. في إسبانيا سيحاول برشلونة انتزاع 3 نقاط عندما يستضيف على ملعب الكامب نو فريق غرناطة. الجولة 5 من الليغا ستفتقد المدافع جيرار بيكيه الغائب بسبب الإصابة. المدرب تيتو فيلانوفا رفض الإجابة عن لقائه مع ريال مدريد في 7 من تشرين الأول أكتوبر، والتركيز يكمن في الابتعاد ب 15 نقطة في الصدارة. وإلى إيطاليا، ملعب يوفنتوس أرينا سيمثل مسرحا لاستكمال السيدة العجوز تألقه عندما يستضيف كييفو فيرونا. يوفنتوس المنتشي بتعادله مع تشيلسي بطل أوروبا سيسعى إلى تعزيز صدارته في السريئة ورفع رصيده إلى 12 نقطة. مركز الصدارة هدف فريق بورتو البرتغالي عندما يستضيف بيرامار ضمن المرحلة 4 من الدوري البرتغالي. يعي صاحب الأرض أن الفوز سيضعه في الصدارة متقدما ب3 نقاط عن منافسه اللدود بنفيكا. وأخيرا في فرنسا، لا يزال باريس سان جيرمان يبحث عن مركز متقدم في الليغ 1. نجح في حصد 9 نقاط من 5 مباريات وسيحاول رفع رصيده إلى 12 نقطة حين يحل ضيفا على باستيا. ختام مشتعل للمرحلة 5 من الدوري الإنجليزي، ملعبان أنفيلد والاتحاد مسرحا لقمتين من العيار الثقيل. التفاصيل في هذا التقرير. 3 لقاءات من فئة 5 نجوم. مانشستر يونايتد يحط الرحالة في ملعب الأنفيلد، ورائحة العنصرية بين باتريس إيفرا ولويس سواريز لا تزال تفوح. المضيف ليفربول ينوي مواصلة هوايته بعرقلة فرق المقدمة، فيما ينشد فريق الشياطين الحمر حسم القمة للبقاء على مقربة من المقدمة. الريتس وجماهيره يسعيان لرد اعتبار الأغنية الاستفزازية التي أنشدها مشجعو المانيو على خلفية مأساة هيلزبرو عام 89. كانت حكاية استمرت طوال الموسم الماضي، والآن موسم جديد ومباراة أخرى. نتوقع من جميع اللاعبين احترام بعضهم. لم نقدم مستوانا في بعض المباريات، لكن حماسنا يزداد يوميا مع معرفتنا لبعضنا البعض أكثر. ملعب الاتحاد يستضيف ملحمة أرسنال ومضيفه مانشستر سيتي. حامل اللقب أمام اختبار صعب يلزمه الخروج بأفضل المكتسبات لاستيعاب صدمته المتكررة. مدرب السيتيزنز روبرتو مانشيني يسعى لإبعاد أثار الهزيمة القارية أمام ريال مدريد الإسباني. لا أظن أن المباراة سهلة، كان لدينا بعض الإصابات، ولكن من المهم أن نقدم أداء جيدا. يمكن لأرسنال المنافسة على اللقب لأن لديه ضغوطاً أقل من العام الماضي. أرسنال يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصارات مهمة آخرها على مونبيليه الفرنسي في دوري الأبطال. ستكون المباراة مثيرة للاهتمام بالنسبة إلينا، ستمكننا من معرفة أدائنا في البطولة. أنا طموح جداً وأعتقد أننا أقوياء بما يكفي، نريد الفوز لأن لدينا الكثير من اللاعبين الجدد. الفريق اللندني الآخر توتنهام هوتسبيرز أمام فرصة لاستعادة توازنه، لكن الخصم كوينز بارك رينجرز أثبت عناده في الجولات السابقة. البرتغالي أندري فيلاش بواش مدرب هوتسبيرز بدأ يشعر بالحرج بعد بداية لا تبشر بالخير. المشاكل العنصرية تلاحق الملاعب الإنجليزية، وهذه المرة من بوابة دوري الأبطال. إدارة توتنهام طلبت اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح تحقيق بحق نادي لاتسيو الإيطالي. النادي الإنجليزي اتهم الجماهير الإيطالية بإصدار أصوات تشبه القردة لمضايقة المهاجم الأسمر جيرمين ديفو خلال المواجهة في دوري أبطال أوروبا. الاتحاد الأوروبي بدأ التحقيقات على أن يصدر حكمه في 18 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. المدرب جوزيه مورينيو يؤكد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي بعد انتهاء عقده مع بطل إسبانيا ريال مدريد. البرتغالي في مقابلة تلفزيونية اعترف بتشجيعه تشيلسي بطل أوروبا، فهو يملك ذكريات جميلة مع الأزرق. مورينيو أشار إلى أن النادي اللندني يفتقد هذا الموسم إلى مهاجمه الإيفواري ديدييه دروغبا، خاصة وأن فرناندو توريس غير مستقر في مستواه.
ديديا ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم يعترف بصعوبة الفوز أمام إسبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014. الاعتراف جاء في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية. نجم منتخب فرنسا السابق رأى أن الفريق لا يزال شاسعا مع إسبانيا، فهي تسيطر على الكرة الأوروبية والعالمية. مدرب الديوك قال إن فرنسا ستعمل جاهدة لخطف المركز الأول تجنبا لخوض ملحق التصفيات. مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا البعيد عن عالم التدريب يتحدث عن خبرته في كرة القدم داخل مركز المؤتمرات في العاصمة المكسيكية تحت عنوان مكسيك القرن 21. ألقى غوارديولا محاضرة أمام جمع غفير برعاية تيليماكس التي يملكها الملياردير المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم. المدرب الشاب أكد أنه كان محظوظا لإشرافه على تدريب أفضل نجوم العالم. صاحب 41 سنة يشعر بالإرهاق بعد مشواره مع برشلونة، لذا يقضي إجازة بعيدة عن الملاعب لمدة عام. لاعب برشلونة السابق لم يحدد موعد عودته، إلا أنه اعترف أمام 10,000 طالب بأن السر وراء تحقيق 13 إنجازا هو عشق كرة القدم. لاعب ريال مدريد ريكاردو كاكا قد يعود إلى موطنه البرازيلي من بوابة سانتوس. النادي البرازيلي أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب الوسط إلى جانب روبينيو مهاجم ميلان ودييغو مهاجم رايو فايكانو. مدرب سانتوس موريسي راماليو أكد رغبة كاكا في الانتقال إلى صفوف فريقه، إلا أن العائق المادي هو السبب في إتمام الصفقة حتى الآن. نجم ميلان السابق لم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع النادي الملكي. الأرجنتيني دييغو مارادونا ينتظر ابنا رابعا يعزز علاقته بصديقته فيرونيكا أخيدا برغم بلوغه 51 من العمر. أخيدا الحامل في شهرها الرابع كانت قد أجهضت سابقا عام 2010. الأسطورة يرتبط بفيرونيكا منذ 7 سنوات ولديه ابنتان من زوجته السابقة كلاوديا فيافاني. وكان القضاء الإيطالي قد نسب إلى مارادونا أبوة لاعب الكرة دييغو سيناغرا بعد علاقته غير الشرعية مع كريستيانا سيناغرا خلال عقد الثمانينيات. حيوان الدرعاء أو آكل النمل، حيوان ثديي معرض للانقراض، هو تميمة مونديال البرازيل 2014. لماذا اختير هذا الحيوان للمونديال؟ تقرير يلقي الضوء. أميجوبي، فوليكو أو زوزيكو، ثلاثة مقترحات لآكل النمل أو الدرعاء تميمة المونديال المقبل في البرازيل. أسماء اقترحتها لجنة تضم النجم البرازيلي السابق بيبيتو. الصداقة والفرح معنى أميجوبي، أما فوليكو وزوزيكو فيحملان دلالات بيئية. مقترحات لقيت رفضا شعبيا لصعوبة النطق بها أو لعدم استحسان الأسماء بحسب وسائل الإعلام البرازيلية. آكل النمل هو حيوان ثديي ينكمش حول نفسه متكورا إذا شعر بالخطر، حيوان معرض للانقراض، لذا اختير تعويذة لمونديال 2014. استخدام التعويذات استحدث للمرة الأولى في نهائيات مونديال إنجلترا عام 1966، واستخدم حينها أسد يرتدي علم بريطانيا حمل اسم ويلي. عام 1970 كان طفل المكسيك تميمة المونديال. أما البرتقالة فهي تعويذة مونديال إسبانيا 1982. وفي عام 1998 استخدمت فرنسا ديكا سمته فوتكس. إدارة نادي المريخ السوداني تتقدم باستقالة جماعية من النادي بسبب الأحداث المؤسفة التي وقعت في مباراة القمة أمام الهلال الخميس الماضي في الدوري. إدارة النادي أصدرت بيانا موجها إلى مسؤولي الدولة والجماهير، نادت فيه شغب جماهير الهلال وتحطيمها استاد المريخ عقب لقاء الديربي المنتهي بالتعادل بهدف لمثله. وبحسب البيان فإن قرار الاستقالة الجماعي لم يأتي تهربا من المسؤولية، لكنه بمثابة جرس إنذار للقادة والمسؤولين كافة، قادة كانوا سلبيين في تعاملهم مع الأمر كأنه لا يعنيهم.
البريطاني لويس هاملتون يخطف مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة سنغافورة الكبرى المرحلة 14 من بطولة العالم للفورمولا 1. سائق ماكلارين سينطلق من المقدمة للمرة 24 في مسيرته. قطع مسافة الحلبة بدقيقة 1:46 ثانية وثلاثة أجزاء. تفوق بفارق 5 أجزاء على سائق ويليامز باستير مالدونادو الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بحلوله ثانيا أمام بطل العالم الألماني سيباستيان فيتيل. زميل هاملتون البريطاني جنسن باتن على متن ماكلارين وفرناندو ألونسو سائق فيراري أكملوا المراكز الخمسة الأولى. نهاية الرياضيات المفصلة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.